عيب، بما انه عرفنا بان جميع الاعياد ما تقدرش تحمل الضغط، ما كي يعني المشكل كله عرفناها. الان شنو هو الوضعيه ديال المعلم في داخل الفريق الرياضي؟ في حق كان اجتماع ديال المكتب بتواجد الرئيس في بودريقة، وعلمنا بان السيد المعلم يعني الضغوطات ما قدرش يواصل المعسكر اللي كان في مدينه اكادير، واللي كان تهيئوا المباراه ديال اولمبيك خريبكا. ف رجعنا يعني بالمعلم للدار البيضاء، وكنت جلست انا وياه وتكلمنا يعني على المسائل اللي تعيشها، وعلى الضغوطات يعني، وعلى الاشياء كثيره يعني في هذه الفتره الاخيره، وعلى المستوى ديالو هذه. ويعني ارتأى المكتب على انه نخرج بالقرار ديال واحد الاسبوع حتى 10 ايام انه يرتاح ويبعد على هذا الضغط هذا، ومن بعد غنتكلموا في المستقبل ديال هذا اللاعب هذا، بالعلم ان كاين عروض يعني المستقبل. تكلمنا على واش كاين، سمعنا شي عروض على مستوى الاعاره، واش كاين شي عرض المعلم اللي ممكن انه يبدل الاجواء؟ كاين عروض، ولكن يعني كيف سنعرفوا احنا ما بين اليوم وغدا تتغير الامور. احنا كيف نقولوا اللاعب تبقى لاعب ديال الرجاء يعني داخل المجموعه، الى جا شي عرض يعني اللي غادي يكون في المستوى. انا الان يعني في نقاش مع بعض الاخوان يعني باش نتوصلوا ان شاء الله لشي حل اللي غادي يرضي. حكم العلاقه ديالك، بما انك كنتي سبقتي على السيف الخور القطري، واش فعلا كاين عرض لهذا اللاعب؟ غنقولوا بواسطه يوسف الروسي اليوم. وفعلا كاين عرض من هذا النادي، هذا كاين عرض حتى من نادي ثاني في الامارات، فغادي نشوفوا ان شاء الله اللي احسن، ونشوفوا الصالح ديال الفريق ديالنا وديال اللاعب، لانه على كل الاحوال تيبقى لاعب اللي تدرج في الفئات العمريه ديال هذا النادي هذا، وتيبقى ابن النادي. فغادي نشوفوا الصالح للنادي ديالنا ولا لهذا الولد هذا. ما تنشكوش فيه، غنشدوك حيت شديناك. بغينا نعرفوا شنو هي المهمه الجديده اللي سمعنا انك غادي تكون توصل بين المكتب والطاقم التقني، خصوصا بعد الطلب ديال الاعفاء او الاستقاله كما كيبغوا يسموها البعض ديال رشيد بوسري، اللي كان هو دائما هو المرافق ديال الفريق الاول، هو اللي كيسهر على لوجيستيك ديال ليكيب بروميير. واش انت الان دخلتي في المهام ديالك، واشنا هي بالضبط المهمه اللي غتكون بينك وبين المكتب؟ المهمه يعني غادي نكون منسق ما بين المدرب وما بين الرئيس والمكتب، يعني مسائل تقنيه يعني لو سيستيم واللاعبين اللي تيشاركوا في المباراه ودكه الاحتياط واشياء من هذا الشيء هذا. واكيد يعني غادي يكونوا دي رابور اللي غادي نتعطاو للرئيس وغادي نتعطاو للمكتب على كل مباراه، يعني بالطريقه ديال اللاعب والاختيارات ديال المدرب، وحتى اللاعبين اللي تيكونوا يعني الفتره ديال الترويض ولا اشياء، بحال اللاعب صالحي، بحال الوادي، بحال اللاعبين كثر اللي مصابين، غادي نعطيو تقارير وغادي نقربوهم يعني للرئيس والمكتب. ففي كل مباراه غادي يكون بعد المباراه غادي يكون يوم اللي غادي دائما غادي نجلس فيها المدرب ان شاء الله، وغادي نتكلموا على المسائل التقنيه كيفاش دازت المباراه، سواء انتصرنا سواء كانت نتيجه غير انتصار. فغادي تكون جلسه وغادي نتكلموا ان شاء الله، وغادي نهيئوا يعني كيف تنقولوا دي رابور اللي غادي تقدموا للرئيس وغادي تقدموا للمكتب. شكرا يوسف الروسي، وشكرا لسعة الرحب ديالك واللي بقيتي معنا حتى لدابا. كنشكرك كنت معنا مباشره. بقات الاشاره عادي، لان الان كان بعض المحبين وكذلك بعض المنخرطين داخل نادي الرجاء الرياضي اللي كانت عندهم كلمه مع الفريق في وسط الملعب، كانت كلمه يمكن ترحيبيه. كانوا منخرطين، غادي الى بقى الوقت عادي كان ممكن ان ناخذوا احد المنخرطين بسرعه غيعطينا بجمله. اش مشيتوا قلتوا اللاعبين اولا، واش ممكن تعطينا الاسم ديالك؟ الاسم ديالي ناشط احمد. اليوم جينا باختصار، جينا احنا مجموعه ديال المنخرطين باش نقولوا للعابه احنا معاهم في السراء والضراء وعلى النادي سحابه صيف ديزا، وفايت كل سنه كتوقع لينا هادشي، ومن بعد كنوضوا وشجعناهم باش يكون خير ان شاء الله. شكرا.
شكرا. هذا كان تصريح لاحد المنخرطين اللي سمح لجوزي روما وكان معه حتى بعض اعضاء المكتب كالبرنوستي كان عديد معروف كذلك محمد زريقه اللي تم دخلوا مع المنخرطين باش يعطوا كلمه اللي تكون تشجيعيه بالنسبه للاعبين باش يحاولوا يواصلوا المسير رغم ان فريق رجاء الرياضي يعيش على ايقاع الخسائر امام الحسنيه اولمبيك خويبقى. اذا غدا فريق رجاء الرياضي غادي يواصل التدريب ديالو غادي تكون الحصه غدا مفتوحه لوجه الاعلام كالعاده اللي يسمى فريق رجاء الرياضي وغدا غادي نحاولوا نتصلوا بالطبيب الفريق العصبي.